هلا هلا عمي هلا خالي اللي شاغل بالك شاغل بالي. هلا هلا عمي هلا خالي اللي شاغل بالك شاغل بالي. هلا هلا عمي هلا خالي اللي شاغل بالك شاغل بالي. هلا خالي اللي شاغل بالك شاغل بالي. هلا هلا عمي هلا خالي اللي شاغل بالك شاغل بالي. إيش أنو بارد هنوجي بالليل؟ ألو أبو محجوب. هلا أبو محمد، كيف حالك؟ صدقت وقعتك، جاني تلفون جديد من دبي. شو؟ ران علي بنص الليل مشان تقول لي إجاك تلفون جديد من دبي؟ يا زلمي يجيك انفلونزا بغال إن شاء الله. أصلاً فيش انفلونزا بغال. لا ببشرك راح يصير، ودخلك شو هالتلفون المعجز الجديد اللي ران علي مشانه؟ يعني بيقطع بطاطا ولا بيفر ملوخية؟ أي روح غاد، تليفون ذكي جايب الأول على المملكة الفرع العلمي. والله وشو بسوى هذا؟ لا لا يا محجوب، هذا الدب القزعة يعلم عليك بموبايل ذكي وانت حامل موبايل حفاية بعيد في المترك. بس هذا حقه بقر الجحا، من وين جيب مصاري؟ لقيته لولاد صار لهم من العيد الماضي بلموا في الحصالة، وأكيد هسا الخزينة ملانة. محل الدار والديري ونبع الفوار، محل الدار والديري ونبع الفوار. ياما ياما انسرقنا، انسرقت الحصالة يا ويلي. انسرقت وسلامتك. الله يسلمك، ولساتك قاعد ولا؟ ولك ندور عليها بلكي واقعه تحت اشي. يا فتاح يا عليم، مالكم مجتمعين يا مجلس الامن؟ امين؟ انو امن يا ابو امن؟ انسرقنا وانت نايم على دانك. شو؟ انسرقنا؟ شو بتهذر بي انتي؟ انا انسرق في حلكة الظلام؟ انسرقت حصالت البيت وفي وضح النهار يا منتو قمري. شو شو؟ الحصالة انسرقت؟ لا لحد دوله بس، والكو هاي مال عام، وانا لا عندي المال عام خط احمر، بده ينعرف يعني بده ينعرف. شو بتقول؟ انسرقت حصالة الدار؟ لا تقول حصالة، قول انسرق المال العام. الله اكبر، وصل السطو للمال العام. معناته سلامتك، دير بالك على بجامتك. الحصالة انسرقت من البيت، يعني في حدا سرقها. اسمعي، ما بصير نلقي الاتهامات جزافا، قررت أشكل لجنة تحقيق برئاستي. أي هي عمر هاللجان عملت إيشي؟ أبو محمد اشرب شاي مشان تنقلع، قصدي تنبسط. اسمعي انت يا بربرة، يا كثير جي الحكي. يا شوفي اسمع، أنا لا شفت ولا قريتها. اسمعي، هاي قصة ما بدي إياها تطلع برا، هاي بتهم سمعة البيت الداخلي، وهذا الجزء أبو محمد أنا بعرف كيف أخرسه. الله أكبر، هذا مال عام يا ناس. يا مبروك يا مبروك، شو هاد؟ مال حلال ولا مال عام حجوبتي؟ طمنينا. اطمنوا ماما، اللجنة بتحقق بشكل علمي وشفاف ودقيق وموضوعي. نفسي افهم مين بتحقق. يلا يا اخوان ببشركوا، اللجنة انهت اعمالها وهي تقريرها. تعلمون جميعا ان هذه الظاهرة طارئة على بيتنا، وعمرها ما صارت لانها سطو على مال عام. وبعد التدقيق والتحقيق فقد توصلت اللجنة انه هو العلم عند الله في شبهة فساد، بس مين وكيف هاي بدها لجنة ثانية. المهم بعد اليوم ما في مغمغة ولا فوضى ولا عودة للوراء، وما ضاع حق وراءهم طالب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وهلا عمي.
هلا هلا عمي هلا خالي اللي شاغل بالك شغل بالي هلا هلا عمي هلا خالي اللي شاغل بالك شغل بالي هلا هلا عمي هلا خالي اللي شاغل بالك شغل بالي ترابلرا بام 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 بام